ضيفي والترحيب بضيفي من المنامة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم النهام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذن مملكة دولة بحجم المملكة العربية السعودية وثقلها العربي والإسلامي وتعزيزها لعلاقاتها مع الدول الصناعية الكبرى، كيف تنظر لهذا لحجم هذه العلاقة؟ سعد الله مساك بكل خير يا فاضل، تحية موصولة لك ولضيف الاستديو. أهلا بك. طبعا المملكة العربية السعودية يعني من الدول الذكية في يعني تنويع الاستثمارات وفي تنويع الحلفاء، وزيارة العهد ولي العهد السعودي إلى كوريا هي تعتبر الزيارة الثانية لولي عهد بعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله حين كان ولي العهد في العام 1998. طبعا وهذه الزيارة تعكس يعني تحليق المملكة العربية السعودية إلى الشرق وتعزيز العلاقة مع حليف قديم هي كوريا. العلاقة السعودية الكورية علاقة قديمة تمتد لأكثر من نصف قرن، ويعني نفس ما تفضل ضيفك الكريم في الاستديو، أغلب المدارس اليوم والبنى التحتية والشوارع والطرق والمستشفيات بنيت يعني على أيادي كورية، وكنا قد قرأنا في بعض التقارير الاقتصادية أن عدد العمال الكورية وصلت في نهاية الثمانينيات إلى أكثر من 100,000 عامل كوري يعملون في مختلف المعمورة في المملكة العربية السعودية. طبعا الدولة الكورية من الدول التي تربطها علاقة ثابتة وراسخة ومتسارعة مع الرياض، والاتفاقيات التي يتجه ولي العهد السعودي لإبرامها في هذه السفرة بالإضافة إلى 43 مشروع التي تم التوقيع عليها في أبريل الماضي تأتي كاستكمال للعلاقات المتسارعة ما بين البلدين الشقيقين لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر الدولة الكورية أحد الدول المشاركة والداعمة لهذه الرؤية. لي أن أضيف كذلك أنه علاوة على الاتفاقيات المتنوعة التي عقدتها المملكة مع كوريا فيما يخص تكنولوجيا الدفاع وتكنولوجيا الاتصالات والسيارات الذكية والسيارات الخضراء والرقمنة وغيرها، كذلك الدولة الكورية دولة لديها خبرة قديمة وواسعة ومتطورة فيما يتعلق في بناء المفاعلات النووية طويلة الاستخدام. واليوم المملكة العربية السعودية تعتبر هي دولة عظمى في المنطقة، وهذه كلمة حق تقال وليست مجاملة لها. السعودية الآن كذلك توجهها المستقبلي لبناء المفاعلات النووية للأغراض السلمية، يعني من المؤكد أن الدولة الكورية سوف تكون أحد الدول الداعمة والشريكة في هذا المضمار. الشركات الكورية الكبرى يعني تعتبر على يعني على مستوى التأثير اليوم على مستوى العالم وليس على مستوى شرق آسيا وعلى مستوى الشرق الأوسط ككل، واليوم الكل يعني يتطلع إلى التعاون مع الشركات الكورية الكبرى. شركة أرامكو أبرمت أخيرا يعني اتفاقية بناء مشروع حوض السفن في رأس الخير بكلفة تتجاوز 5 مليار دولار بالتعاون مع شركة هونداي الكورية. طبعا شركة هونداي سوف تكون شركة لها الإشراف العام على التصاميم والهندسة وما إلى ذلك. اليوم العلاقات التجارية ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا علاقات مميزة. السعودية تعتبر هي ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، نعم، في حين تعتبر كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة. حجم التبادل التجاري تجاوز 30 مليار دولار في 2018 بزيادة قدرها 22% عن 2017. فولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظ الله رعاه هو قائد ذكي، قائد يعني يفتح الأبواب الموصدة مع بلاده مع جميع دول العالم، يتجه إلى الشرق ويتجه إلى الغرب ويعدد الاتفاقيات ويتوسع في منظومة التحالفات، نعم، للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي في حاجة لهذا الأمر اليوم، خصوصا مع تطورات الإقليمية، تطورات الأمنية، تطورات السياسية في المنطقة، والتي أكدت عبر الحقب المتعاقبة أن المملكة بحاجة فعلا أن تنوع من تحالفاتها على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي، وهذا ما يفعله سمو ولي العهد وفق مظلة رؤية 2030.